راح فيكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت البرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال اجسام وتغذيه. نكمل مشوار حلقتنا مع الكابتن حسن البلوشي وتمرين عضله الاكتاف. طبعا بالحلقه الاولى احنا خذينا الاكتاف الجانبي، ومثل ما تكلم الكابتن حسن انه يشغل جميع الزوايا ويضخ الدم حق جميع الزوايا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. احنا تكلمنا بالحلقه السابقه عن التمرين الجانبي، الحلقه هذه راح يستهدف اي زاويه من عضله الاكتاف. نبلش بالزاويه العضله الاماميه. الزاويه الاماميه من عضله الاكتاف. ايوه. بالدامبلز شلون طريقه التمرين، ونبي شرح مفصل علشان المشاهد يشوف طريقه التمرين الصحيحه للتمرين. نعم. طبعا الكابتن حسن البلوشي بالحلقه الاولى كان اخذ التمرين اربع جولات، هل التمرين الثاني يكون هم اربع جولات؟ اي على اربع جولات. يعني تمارين كامله بشكل كامل تكون على اربع جولات؟ إيه على اربع جولات. على اربع. حلو. طبعا التمرين يكون بالطريقه هذه. تشغل العضله الاماميه. العضله الاماميه من الاكتاف. نلاحظ ان في تركيز عالي من الكابتن حسن. طبعا هذا التمرين يعتبر من التمارين الفرديه للعضله. ايوه. ممكن ان اللاعب ياخذ تمرين زوجي بنفس التمرين؟ اي يقدر، بس شو اسمه؟ راح يفقد التركيز. ايوه. واهم يعني شيء انه تخلي عقلك كله بالعضله، مركز بالعضله. اي يعني تفضل ان التمرين يكون فردي. اي على حسب، على حسب التمرين، مره تقدر تلعبه فردي، مره تقدر تلعبه زوجي، على حسب. حلو. زين. الحين احنا لعبنا الايد اليمين، راح تدش اليسار وتعتبر جوله هذه. ايوه. حلو. تدش الايد تكمله التمرين. لان اهم شيء تخلي تركيزك كله على العضله الاماميه، يعني انت بتلعب امامي خل كل تركيزك على الامامي. لازم يكون في توافق ذهني مع توافق ذهني عصبي مع العضله علشان تحس بالتمرين اللي انت قاعد تلعبه. طبعا التمرين هذا من التمارين الفرديه، لعب الايد اليمين، الحين انتقل الى ايد اليسار، كذي تعتبر جوله. كذي كابتن يكون الكابتن حسن يكون خالص جوله. راح تاخذ التمرين هذا اربع جولات، يعني كذي باجي لك ثلاث جولات. تزيد الوزن؟ نزيد. تزيد الاوزان. لكن احنا الحين الاوزان هذه اللي موجوده عشان نشرح التمرين ونوصل التمرين بشكل مفصل اكثر للمشاهد من غير الاوزان. واهم شيء التكنيك. اهم شيء التكنيك. اهم شيء التكنيك، وعلى الوزن اللي تقدر عليه. يعني ما له داعي تشيل الوزن، انت تقدر تشيله بس التكنيك كله يكون غلط. يعني ممكن ان انا اقدر اشيل وزن لنفرض 45 بس ما راح ادز عدل، او ما راح اسوي تكنيك، او كوعي مثلا يتبطل، ما راح اصيد الزاويه المطلوبه ان انا اشغلها. عادي. فاهم شيء ان الوزن يكون مناسب على اللاعب. أيوة. مثل ما تكرمت تفضلت بالتمرين. دش جولتك الثانيه. نعم. نشوف طريقه التكنيك الصحيح للتمرين. طبعا هذه الجوله الثانيه للكابتن حسن. ولاحظ ان الكوع كابتن يكون قدام، ها؟ اي. يعني ممكن ان في لاعب يفتح كوعه، اذا فتح كوعه راح يساعد نفسه. فعلشان تشغل العضله المطلوبه من التمرين. أيوة. لازم الكوع يكون مباشر امام الكتف. ونلاحظ ان الدفع كله صاير على الكتف الامامي اللي هي تكون الزاويه من المنطقه هذه. طبعا هذه الجوله الثانيه مع الكابتن حسن. طبعا العدات كابتن انت مثل ما ذكرت 10 الى 12. أيوة. على حسب القدره، على حسب قوه تحمل التمرين. عندك نصيحه حق الشباب المبتدئين على التمرين هذا؟ نصيحتي لهم ان اهم شيء انه ما يشيلون فوق طاقتهم، يعني تبلش شوي شوي، كل ما لو انت تزيد الوزن راح يصير الوزن عليك خفيف. صح. كلنا كل لاعب دش اللعبه هذه يبلش الوزن فاضي. ايوه. او يمسك 2.5 دامبلز ويلعب. أيوة. مع الوقت، مع مرور الوقت راح يزيد بالاوزان وراح يتمكن من الوزن. فنصيحتي كانت للمشاهدين او اللاعب المبتدئ اللي توه يدخل لعبه كمال الاجسام، ما يضغط على نفسه بوزن اعلى من قدرته علشان لا يتعرض للاصابه لا سمح الله، بعيد الشر عنك عن المشاهدين ان شاء الله. يعطيك العافيه سيدي. احنا باقي لنا جولتين بس نطلع فقره من فقرات البرنامج ونكمل وياك ان شاء الله مسيره حلقاتنا. خليكم معنا اعزائي المشاهدين،
بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت وحلقه جديده من حلقات برنامج فتنس وفقره التغذيه. معكم اخوكم اخصائي التغذيه العلاجيه والرياضيه علي عزيز. اليوم راح نسولف عن اخر الفيتامينات في سلسله حلقات برنامج فتنس، الا وهو فيتامين هو الفوليت او الفوليك اسيد. الفوليك اسيد يعتبر من الفيتامينات المهمه وايد حق الانسان، خاصه حق المراه والمراه الحامل بشكل خاص. الفوليت له عده وظائف حيويه بالجسم، اهم انه هو ينتج لنا خلايا جديده، وايضا يساعد في انتاج خلايا الدم الحمراء. يعتبر من فيتامينات المذابه في الماء، فلازم اشرب سوائل كافيه عشان اقدر امتص الفيتامين هذا. شنو يصير فيني اذا انا ما خذيت فوليت بشكل كافي او فوليك اسيد بشكل كافي؟ طبعا في مشاكل وايد، ممكن يحوشك مثلا انيميا، ممكن يحوشك اكتئاب، ممكن يحوشك خاصه بالنسبه حق المراه الحامل، ممكن يحوش الجنين مشاكل في الجهاز العصبي عنده، فبالتالي يعتبر عنصر وايد مهم حق المرأة الحامل. وين أحصل الفوليت أو الفوليك أسيد؟ بالأكل الطبيعي، أحصله بالخضروات الخضراء الداكنة اللي فيها، وحصله أيضا بالبقوليات، وحصله بالبيض، وحصله في حبوب الفطار أو السيريالز، وحصله أيضا بالفواكه الحمضيه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت الى اخره، مع فيتامين B12. يعني الفوليت مع الفيتامين B12 اذا خذيتهم مع بعض هذا يحسن لك من الجهاز العصبي، خاصه عند المراه الحامل حق الجنين مالها. طبعا في كثير من الدول عندنا بالكويت او اي دوله ثانيه يضيفون الفوليك أسيد أو الفوليت على كثير من المنتجات، مثل منتجات الخبز على سبيل المثال أو الكربوهيدرات، دائما يحطون فوليك أسيد ليدون خطورة أو مشاكل ممكن تصير بالشخص إذا ما أخذ فوليك أسيد بشكل كافي باليوم. كم الغذائي، هل هو مفيد؟ طبعا قلنا حق المرأة الحامل إيه مفيد، أو الشخص اللي ما يأخذ فوليك أسيد بشكل كافي أو عنده أنيميا فوليك أسيد. كرياضي ما في دراسات أثبتت أنه هو ممكن يحسن الأداء الرياضي عندك. هذا كل شيء تقريبا عن الفوليك أسيد أو الفوليت، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جديدة مع برنامج فتنس. مع السلامة.